مرحبا بكم في هذا الموعد المباشر من برنامج الخاص بالصحة على القناة الوطنية الأولى. اليوم 14 نوفمبر من كل سنة هو اليوم العالمي لمرضى السكري ولمكافحة مرض السكري وللحديث عن مرض السكري ولتقديم أيضا ربما أهم الإحصائيات وأهم الدراسات اللي وقعت طيلة السنة فيما يخص هذا المرض وما يحيط به. برشا فعاليات اليوم لأنه 14 نوفمبر اليوم العالمي لمكافحة السكري، وحصتنا تزامنت مع أنه يكون فرد يوم مع الاحتفالات هذه. ما نجموش نعطيكم فكرة، ربما باش نعطيوها لكن غير مباشرة، على الفعاليات وعلى الحملات التحسيسية اللي صارت اليوم، لكن سنوافيكم بما هو مصور إن شاء الله الأسبوع المقبل وإلا اللي من بعده. إذن سنتحدث عن هذا اليوم، سنتحدث على بعض الأرقام اللي زمنا نذكروهم ونعاودوا نذكروهم ويزمنا ناخذ ربما بعين الاعتبار ما يقال في هذا اليوم وفي الأيام الأخرى، لأنه مرض السكري نتحدث عنه من خلال هذا البرنامج في عدة ربما حلقات اللي يكون فيها مرض السكري بطريقة مباشرة موجود حتى نتحدث عنه، أو في الحديث عن أمراض أخرى نتطرق إلى مرض السكري وربما ما يسبب وما يسبب هو أيضا فيما يخص بعض المضاعفات إذا كان ما نكونوش ماخذين بعين الاعتبار مضاعفات والحرص على توازن السكري. في كل مرة في الحصص نتاعنا نقول اللي مرض السكري راهو النصائح اللي نعطيوها لمريضة السكري أو ربما الوقائية بالطبيعة، ربما الاحتياطات اللي نقولوها هي أثبتت الدراسات أن صالحة للناس الكل وقائيا، لأنه في السكري فما وقاية أولية وقاية ثانوية، وما فماش يكون في العائلة ما عندوش حد عنده سكري. إذن تقعدوا معنا اليوم حتى ربما نتحدث عن هذا الموضوع، نشوفوا الجديد في ما يخص هذا المرض، وربما كما قلت حتى انصارت الأضواء على بعض الفعاليات والحملات التحسيسية للتحسيس بهذا المرض، مرض السكري. بإمكانكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني اللي هو عنوانه santé@tunisietv.tn أو عن طريق الهاتف مباشرة اللي هو 71 800 814. نبدأ بتقديم ضيوف اللي حاضر معنا حتى نتحدث في هذا الموضوع. تحضر معنا الدكتورة ليلى علوان وهي رئيس قسم الإعلام والتكوين بمعهد التغذية. مرحبا بك دكتورة. مرحبا. تحضر معنا الدكتورة هند بوزجر وهي مديرة مشروع بمخبر لصنع الأدوية. مرحبا بك. مرحبا بك. وتحضر معنا الدكتورة والأستاذة فيقة بن ميمي بن ميلاد وهي رئيس قسم أمراض السكري والتغذية بمعهد التغذية. مرحبا بك. ضيفة رابعة باش تكون حاضرة معنا وهي الدكتورة نسيبة بودريقة وهي رئيس قسم الأمراض الغير سارية بوزارة الصحة. ننتظر قدومها لأنها عندها التزامات أيضا إعلامية في أحد الإذاعات التونسية قريبة بحضنا، إن شاء الله تخلط بعد دقائق. إذا البداية باش تكون بربما الرمز اللي اختارته أو الشعار اللي اختارته الفيدرالية الدولية للسكري وهو سكري لنحمي مستقبلنا، هذا هو الشعار خذيته على 3 سنوات يعني 2014 حتى تكشي 2016، لكن شعار هذه السنة هو فطور صباح نبدأ به نهاري فيه صحتي وإرباحي. إذن هذا احتفالا باليوم العالمي اللي هو يوم 14 نوفمبر، كما قلت الشعار هو نحمي مستقبلنا لمدة 3 سنوات. أرقام تقعد باقي مرتفعة ترصدها الفيدرالية العالمية للسكري كل سنة، وأيضا توقعاتها 382 مليون مريض بالسكري مصاب بهذا الداء في العالم، و316 مليون معرض لمخاطر أي ربما المضاعفات اللي تنجر على مرض السكري، ويتوقع أنه في سنة 2035 يكون العدد تقريبا يدوب 592 مليون شخص في معناها في العالم يكون مريض، أي بمعدل شخص على 10 أشخاص في العالم. نسبة السكري في 2013 عدت معناها بالنسبة للناس اللي تسببت لهم سبب لهم السكري وفيات 501 مليون وفاة بحساب حالة وفاة في كل 6 ثواني، يعني كل 6 ثواني يموت حد عنده سكري بطبيعة يموت بالمضاعفات. دكتورة فيقة بن ميمي بن ميلاد، هل عدد هذا اللي نتوقعه تو كل سنة تقريبا نقولوا باش يدوبل العدد اللي احنا نقوم بإحصائه في كل سنة، هذا معناه انه فماش سيطرة كلية تقريبا مش حتى في تونس فقط في العالم أجمل؟
هذا العالم في العالم اجمع مرض السكر يزداد يوم بعد يوم. الاحصائيات الكل عالميه بينت هذايا. في تونس قاعدين نعملوا في حملات تحسيسيه على طيله السنه، خاصه يوم العالمي لمرض السكري. وان شاء الله نقصوا شويه بالسرعه هذه. ما نقصش، اش تحسوا انتم حتى تو في معهد التغذيه؟ نعرف اللي ما فماش دراسات صحيحه معناها ايبيديميولوجيك تعملت، وربما تو قاعده فما وحدات قاعده في طور الانجاز والبحث والدراسه عليها. لكن اللي نعرفوه انه بطبيعة احنا نحبوا نحكيوا على السكري نوع اثنين. سكري نوع اثنين يعني سكري نوع اثنين اللي هو بالحرابش بالاقراص، وبعد يوم في مرحله متطوره يولي يصبح بالحقن، والسكري نوع واحد اللي يجي للصغار واللي هو بالحقن، حقن الانسولين. بالنسبه للسكري نوع اثنين، تقريبا الاشخاص اللي عمرهم فوق ال 20 سنه في تونس 17% من الاشخاص هذوما عندهم سكري في تونس. هذه معناها 13 هذا مجال من وزاره الصحه وتحديدا من اداره الرعايه الصحيه الاساسيه. ربما دكتور بودريقة تجي وتزيد تبين ذلك. الارقام على كل حال الارقام قاعده تمشي وتزيد. احنا نعرفوا اللي مرض السكري صنف اثنين هو اللي عنده علاقه متينه بالسمنه وبقله الحركه، معناتها هذا اللي عنده علاقه بنمط العيش. وحسب ما اللي لاحظناه اللي المرض هذا يكثر في البلدان اللي قاعده تعرف معناتها تغيير سريع في نمط العيش. الناس اللي يتركوا حياتهم العاديه اللي فيها معناتها تغذيه متوازنه فيها حركه ويتوليوا ياخذوا نمط عيش اوروبي ريجيم اوكسيدنتاليزي، معناتها يتركوا التغذيه الاصليه تغذيه الاجداد وياخذوا يتطوروا ويوليوا يحبوا يتبعوا الغرب. وقت يتبعوا الغرب يتبعوه بكل شيء حتى في امراضه. وهذا اللي لاحظناه في تونس زادة. لكن الغرب اليوم حارس اكثر من اي حد ثاني معناها بعد الاعداد المتفاقمه هذه انه ينقص وانه يقلل ويخلص من عدد ارتفاع مرضى السكري. هما فطنوا زادة بالمرض هذا اللي هو وباء نجم نقولوا فيغيتابل ايبيديمي. احنا زادة فاطنين، مانيش باش نخليو رواحنا نخلطوا الارقام اللي موجوده في بلدان اخرى مش لازم نقولوا عليها. فما 35% معناتها موجوده في عده بلدان من البلدان العربيه، قلنا البلدان اللي قاعده تعرف تغيير سريع في نمط العيش. نحاولوا توا بالتثقيف الصحي بالكشف المبكر للمرض السكري وبالتثقيف خاصه عند الشباب عن طريق التلفزة عن طريق الإذاعة عن طريق معناتها الإعلام الكل باش نقصوا من الوباء هذا. بالنسبة للربما نستناو في دكتور بودريقة حتى نحكي على الخطوط الأمامية تو في معهد التغذية. هل ترى يوميا قديش من مريض سكري يجي باشر في المستشفى؟ يوميا أتينا القسم كل مريض أنت وشوف قديش من قسم موجود ونعملوا العملية الحسابية. نجم نقول لك في العيادات الخارجية تقريبا فما 35 مريض في عند كل طبيب في كل عياده. قداش فما من قسم يهتم وقداش فما من طبيب يهتم بالسكري؟ قولوا 10 اطباء 35 كل طبيب 350 فما في اليوم على الاقل. هذوما ناس احنا ديكلاري مرضى يعرفوا رواحهم عندهم سكري. فما شكون يعرف روحه عنده مرض السكري ويباشر عنا، وفما شكون يفطن بالسكر ويبعثوه لنا. احنا في العاده احنا معناتها نتبعوا اللي عنده مرض السكري اللي يكون عنده مضاعفات معناتها ثوازيام دوغري. سيت اون كونسلتاسيون دو ثوازيام دوغري. قداش نسبتهم هذوما اللي يجوك متاخرين اللي ما عرفوش اللي عندهم موجودين سكري. موجودين فما اللي يجيو عندهم مضاعفات حاده. نصف هذا العدد تاع 35 يجي ما يعرفش ولا اقل شوي؟ لا اقل شوي، اقل 40 شوي. 30 قداش؟ على 35 مريض قداش عنده مضاعفات؟ قداش واحد يجيك ما يعرفش عنده سكري يكتشف هو روحه يكتشف السكر نتاعو بالمضاعفات؟ قولوا فما 10% يكتشفوا السكر بالمضاعفات. اما مضاعفات حاده معناتها يجيونا في الشهر الاستعجالي يكون عندهم اسيدوستيتوز ديابيتيك، ولا المضاعفات المزمنه كاصابه الكلى العيون الشبكيه العروق يجيونا معناتها في حالات معناتها بمضاعفات. شاركت برشا اكثر معاك لانك نعرف باش تغادرنا اللي عندك التزامات بعد تقريبا نص ساعه من بدايه هذا البرنامج.
العلامات دكتورة، خلينا نذكر شوية بهذا المرض، العلامات حتى لا ننسى، ربما التذكير ينفع حتى نعرفه مليح، يعني ربما بعض العلامات تكون موجودة وما يجيش لبالنا انه سكري لانه مش موجود حد في العائلة عنده سكري، ونخاف لا يمشي يعدي في مرحلة متأخرة. نجم نقول لك برشا مرات في العيادات الخارجية يجونا المرضى يقول لنا عندنا العلامات، معناتها يسمعوها وتعلموهم ويقول لي راهو يظهر لي عندي السكر، فما شكون حتى من المرضى نتاعنا يكتشفوا السكر في العائلة نتاعهم. معناتها بالعلامات وعندهم آلة قيس السكر يحلوا لقريبهم ويجيبوا قريبهم يقول لي راهو مثلا عمي ولا اختي ولا اكتشفت لها مرض السكري. العلامات هي فما كثرة العطش، كثرة التبول وتردد على بيت الراحة، كثرة التردد على بيت الراحة في الليل، فما شوية تشنج، فما اضطراب في الوزن. ينقص عادة؟ عادة ينقص شوية، عادة ينقص شوية في مرض السكري صنف 2، رغم اللي فيه سمنة، أما تلقى المريض نقص شوية كيلوات، أما ديما يقعد عنده زيادة الوزن. في المرضى السكري صنف 1 العلامات حادة، ما تصبرش، معناتها في ساعة ما تظهر وفي ساعة ما الإنسان يكتشف اللي عنده سكر. ما يقعدش، معناتها كثرة التبول، كثرة العطش، التعب، الإرهاق، فما شكون يغمى عليه، هذوك العلامات هذوك معناتها ما يصبروش ونكتشفوا السكر في الأسبوع ويصير معناتها العلاج المريض. المرض السكري صنف 2 ينجم يكون كما نقولوا المرادي سيلانسيو، ساكت، ما ينجم الانسان يستانس شويه بك العلامات، كثره التبول، كثره العطش، يظهر له الدنيا سخانه، يشرب برشا ولا برد الدنيا ولا برد ولا يحتمل يقوم في الليل خاطر برد، يقوم يمشي بتراحه خاطر برد. هذوما العلامات يستانس بهم بشويه بشويه وما يمشيش يصيرش العمليه الكشف عليه، وبشوي بشوية السكر يكون مرتفع ويعطي بشوية بشوية العلامات، يبدأوا العلامات يمشي ويزيدوا وتظهر المضاعفات اللي الأكثرية في المضاعفات المزمنة كما قلت لك، إصابة العيون والشبكات العيون، إصابة الكلى وإصابة العروق بصفة عامة، وحتى الأكثرية العروق نتاع الرجلين. هذا ما نخوفوهمش لأنه هذا يجي في مرحلة متقدمة كما ما فيقوش به. وكما السكر ما يكونش متعدل. أما وقت السكر يكون متعدل معناتها نفيقوا به، تصير الكشف نتاعو. نقصوا من المضاعفات. ونعدلوه، وقت اللي نعدلوه نجموا نوخروا في المضاعفات ونجموا حتى ما نشوفوهمش بالكل. دكتور، بالنسبة للإنسان ما عندوش سكري، قل له نحبوا يسمع، يتكلف السكري على الشخص ماديا بخلاف صحي، يتكلف إلي شير، يعني سي شير انك تمشي تعالج وانك تمرض بمرض اخر أي. وانك كلاويك ما تخدمش والا الشبكيه من احسن معناتها نقوموا بالكشف المبكر، من احسن نحتاجوا سي كوت ولا معناتها معالجه مرض السكري ويتكلف يتكلف على المضاعفات ويتكلف على الدواء اكثر واكثر، مضاعفات نتاعو تصور قصور الكلى معناتها دياليز، معناتها قداش تكلف على المجتمع، على المريض، التعب، الالام، معناتها ماذا بينا ما نخلطوش لك الفتره الحاله هذيك اللي تصير فيها المضاعفات ونولي، ومعناتها يولي المريض في خطر، يولي معناتها ما ينجمش مثلا ما نجمش يعيش بغير ما يصير تصفيه الدم نتاعو. احنا ما نحبوش نخلطوا المرحله هذه، وبقدرة ربي بالكشف المبكر، بالادويه، بالحميه الغذائيه، بالشوية نشاط بدني نجمو تجنبوا هالمضاعفات هذوما الكل. مكلف، انا اللي قالته دكتور انه مكلف، مكلف صحيا ومكلف ماديا، مكلف خاصه عند ظهور مضاعفات. اوكي، احنا قبل ظهور في الوقايه وما نخليوش السكر يجي، ما يكونش مكلف، بالعكس ما يكونش مكلف، ويكون معناتها وقايه المرض السكري وكمل وقايه لعده امراض اخرى اللي تصاحب مرض السكري. معناتها وقت اللي نعملوا الوقايه مرض السكري بالحديه كل شيء، نجم نتجنب زادة ظهور السمنه، ارتفاع ضغط الدم، تراكم الدهون في الدم، هذوما الكل نجم نجنبوهم بالحميه الغذائيه وبالنشاط، وكل انسان عنده تغذيه سليمه وسلوك غذائي سليم. في مرحله ثانيه دكتوره، نحن حكينا قلت في البدايه انه فما وقايه اوليه ووقايه ثانويه. الناس اللي عندها سكري هل هو ايضا مكلف وقت اللي ما نحرصوش على توازن السكر نتاعو؟ مكلف، خاطر ساعة يكون انسان ما يكونش في صحه جيده، ما يكونش ما ينجمش مثلا يعمل كما ينبغي، ما يكونش عنده نشاط في العمل، حتى حياته العائليه تكون مضطربه، معناتها لازم يعدل نسبه السكر في الدم باش ما يكونش معناتها عالة على العائلة وعالة على المجتمع. وزاد وقت اللي يكون مضطرب كيف كيف بشوي بشوي تجي أكل مضاعفات اللي تخليه معناتها مكلف أكثر فأكثر.
ونعرفوا زيادة مرض السكري قد معناتها المريض السكر مثلا اللي يكون ماهوش معدل، اللي يكون ما ياخذش معناتها بنصائح المريض نتاعو. مثلا فما إصابة الرجلين، تصور معناتها تنجم تكون أي جرح صغير. اختصاص كامل هو لمرض، هذا هو جرح صغير ونجم ينتبهلوش المريض ويكون سكره مش معدل وما يعملش معناتها لازم، تاكل ضربه صغيره تولي حاجه كبيره وينجم يخلط حتى للبتر، حتى البتر ومعناتها وهذا تولي مشكله كبيره ونجم الكل نجنبوها. اكيد اكيد بالوقايه الاوليه والثانويه اكيد نتجنبوا. اذا تلتحق بنا الدكتوره نسيبه بودريقه وهي رئيس قسم الامراض الغير ساريه بوزاره الصحه. مرحبا بك دكتوره. يعيشك عفوا. التزامات، مرحبا بك. ظروفك ربما وتاخيرك عنده مبرر ايضا في نفس الشيء، يعني قاعدين توعيوا واليوم كما اليوم انا كان حصلت لميتكم يعني ما خطبكمش ناس اخرين في الاعلام البرا لان نعرف ناس كل تتحدث عليه هذا اليوم. مرحبا بك مره اخرى. كنت تحدث مع دكتوره فيقه بالميم بالميلاد على ربما بعض العلامات على اهميه الوقايه، وفي اهميه الوقايه فما ربما اهميه الحرص ايضا على انها نحطوا في بالنا انه مكلف مريض السكري. مريض السكري هو يتكلف على العائلة نتاعه وعلى شخصه أيضا ويتكلف على المجتمع ككل. معايا اي بارك الله فيك. الوقاية من عوامل الاختطار وهذا مشكل كبير، لأنه في تونس عوامل الاختطار هما نسبتهم في تزايد مستمر. عندنا سمنة موجودة في تونس، عندنا التدخين، عندنا الخمول البدني، عديد العوامل اللي توا يلزمنا نتلاهوا بهم ويلزمنا نقوموا بالتقاسي نتاعهم بجدية أكثر. هو الأطباء نتاعنا يقوموا به ولكن معناتها مازال ما هوش بالكيفية اللازمة. دكتورة الحملات التحسيسية موجودة، مش حتى على تقتصر فقط على هذا اليوم فقط، حتى في وسط السنة في طول السنة وفي عديد الولايات وفي حتى على أمراض أخرى. صحيح. علاش اليوم مازلنا في هذا المستوى؟ معني أنا قلبي يوجعني كي نعاود نرجع سنة اللي من بعد نقول له يلزم نذكروا اللي هو راهو السمنة راهي تعمل سكري، راهو الغذاء الغير سليم يعمل سكري، الحاجات اللي احنا نعيشوا بها كل يوم، عدم الحركة. وقلت الحركة قبيلة تحدثت على رقم 17% هذا خذيته من عندكم انتم، تبيع 17% من الأشخاص اللي عمرهم فوق ال 20 سنة وما عندهم سكري. دكتورة فقي قالت تقريبا 13%، هل هي 17 أم 13؟ 20 سنة فما فوق. فما فوق. على خاطر اللي 17% اللي 35 70 سنة هذوكم تقريبا 15%. ولكن أنت قلت علاش هكا؟ اليوم في شارع حبيب بورقيبة الحق لقينا عباد واعيين، سؤالات اللي طرحناهم الكل جاوبوا عليهم، يعرفوا شنو مرض السكر. أنا معناتها تفاجأت إيجابيا، خاطر 5 سنين التالي كانوا ما يعرفوش شنو المرض، ما يعرفوش مضاعفات، ما يعرفوش الأسباب. توا يعرفوا ولكن العمل والتطبيق توا يلزمنا له هو اللي نحصل يكون فما عزيمة يلزم يطبقوا اللي يقولوه. واضح. إذا نسبة السمنة في تونس بطبيعة العمر ما بين 35 و70 سنة هي 63%. لا مش السمنة. السمنة وزيادة الوزن. سامحني زيادة الوزن، هذا هو السمنة. السمنة تفوت هي. زيادة الوزن يعني السمنة وقت اللي نقولوا فما أوبيزيتي، سامحوني. إي نقصد زيادة الوزن. زيادة الوزن 63%. موجودة. والتدخين 50% رجال و 12% نساء. هو في تزايد، هو كانوا 10% نساء، توا قاعدين نشوفوا اللي الفتيات والنساء معناتها التدخين قريب باش يوصل للرجال، وفي المقاهي نشوفوا خاصة الشيشة عند النساء، وهذه حاجة يعرفوا اللي تضرهم هما وهما يجيبوا الأطفال، دونك باش يضروا الجنين نتاعهم. إذا ناخذ مرة أخرى هذا الرقم 63% ما بين 35 و70 سنة عنده زيادة في الوزن، زيادة في الوزن اللي هي كي نقيسوا الدورة نتاع الخصر ونقسموها على الطول في الطول هكا نلقاو أنديس ما يزموش يفوت 25 هذا المؤشر. 25 28 هي زيادة في الوزن، وما فوق 28 أو 29 30
وصلتوا حتى 30 باقي متسامحين. انا مش متسامحه، انا 28 تو. ياخذوا اللي موجودين معناها امام الجهاز التلفزه ويتفرجوا فينا، ما دام ياخذوا يقيسوا يقيسوا توغ دو تاي نتاعهم. والله جبنا اللي فرقناه اليوم معناها على متسامحين مانيش باش نعملوه قدام الناس الكل. ما هو حسيت انا تنجم تعمل ميقات كنتي نجم طبعا كنتي نجم. معناها احنا اليوم فرقنا الحاجه بسيطه هي معناها المترو نتاع الخياطة. وانت تعرف اللي اليوم التظاهره نتاعنا عملناها انا جيت باش نجي باش نقول باش نقول لهم كيفاش ياخذوا الخسره، خاطر كلنا التوانسه نجيو في الوسط قد قد وناخذوا، ما يجيش في الوسط قد قد هو معناها باش ناخذوا البلاصه في الجنب معناها بين العظمه هذه والعظمه هذه اشتر في الوسط قد قد ونعديوا. ولهذا مش شرط هي راهي تتعدى على السره، خاطر برشا الناس يقول لك مانيش احنا مانيش خياطات معناها مش باش ناخذوا باش نعملوا. وهذه المترو نجموا ناخذوا به كيما قلت انت، فما ارقام والارقام هذه ماذا بينا معناها ما نفوتوهاش نساء ولا رجال، وعلى خاطر ما فماش كان السكر. انا نظن غلطت في الانديز، شنو اللي نحطوا الوزن صح؟ انت انت الوزن الوزن هذاك الوزن على الطول في الطول هذاك يعطيك المؤشر مؤشر الكتله البدنيه. قداش يعني نوزنوا وطولنا نعملوا الوزن نتاعنا نقسموه على الطول في الطول. نشوفوا نلقاو لازم اقل من 25 يعني فوق ال 25 حتى ال 30 زياده في الوزن اللي هما 63% اللي نحكيو عليهم ما بين 35 و70. عند ال 35 و70 لكن الصغيرات راهم شيء ارقام تفجع اكثر واكثر معناها هما في النمو في النمو الصغيره ذي اللي عنده زياده في الوزن اليوم هو اللي غدوه باش يولي سمين وهو اللي بعد باش يولي معناها مريض السكري. انت تسال علاش الارقام هكا مفزعه في سنه 2035 طبعا لانه يعني الاطفال هذوما توا اللي بين 8 سنين و10 سنين اللي فيهم اكثر من نصف مصاب بزياده في الوزن، تصوروا هذاك يولي مراهق يزيد يسمن ثم يولي يدخل في الوظيفه يولي مع خاطر توا في المراهقه وكيتحرك شويه صغيره وكيتحرك شويه من بعد باش يدخل لنا في باش يتوظف يولي ما عادش عنده وقت يولي ما عندش وباش يسمن وبعد السمنه طبعا باش ينجر عنها مرض السكر. دكتور يعني علاش احنا خالطين على البلدان اللي توا مثلا امريكا كان فيها اكثر نسبه هما اللي عندهم لوبيزيتي، علاش اليوم نقصت عندهم وولت عندنا نحن؟ خاطر هما عملوا توعيه والناس توعت وفطنوا بالخطر، واحنا مازلنا فاطنين نحن بالخطر لكني مازلنا ما عملناش معناها ما تخطيناش الخطوه الا باش نجموا نزيدوا ناكدوا على الناس. ربما زاد ربما طريقتنا احنا في تبليغ المعلومه ماهيش كافيه، ممكن يلزمنا نبدلوا يقع العمل عليه معناها الكوميونيكاسيون دوك تنجم فيقت في الموضوع. سامحني احنا عندنا بعد سنوات من قبل زيادة الوزن كانت من علامة الجمال عند البنت ولا معناتها هي ما كانت طويلة وكان خسرها الظاهر ما كانتش حتى زيادة الوزن كانت علامة من علامات الجمال حتى في اللي تابلو نشوفوهم معناها هذا هو لي شيدوف معناتها احنا تو لازم نغيروا معناتها المفهوم والنظره النظره استاذه بربي زعما يجي البال كانوا من الكل ما يحبوش العافيه السمنه هل قاعدين يناسبوا فيها اللي احنا كيفاش كنا وكانت المراه مزيانه لا ما نصورش الكل قاعده تتبع في تو تبدلت العقل تبدلت العقليه ولا تو كيما قلت كنحبوا نعملوا تتبع في الاكله السهله في الحاجات اللي تتحضر بالسكريات هذا هو الاغراءات الغذائيه هذا هو ولينا بدلنا كيما قلت السلوك الغذائي نتاعنا ولينا ناكلوا الفاست فود وناكلوا البيتزا والمشروبات الغازيه وما نتحركوش برشا وقدام التلفزه قدام الكمبيوتر الحاسوب ما نتحركوش وناكلوا ان شاء الله الخدمه الحاسوب مش الحاجة اخرى دكتور. التواصل الاجتماعي انا والله شو ما احنا هنا واقفين قدامه هالكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي ولي غيزو سوسيو هذوما الكل يظهر لي التحسيس ايضا يلزم يمس ايضا هذه المواقع هذه اكيد معناها مع الاعلام. دكتوره فيقه باش تغادرنا لكن اظن انه فما تليفونات ربما تهمكم الكل وتنجموا تجاوبوا عليها. خلينا ناخذ اكثر تليفونات وربما نحكيو على الحملات وهني رجعت لك على الاكل على الاكل علاش احنا هكا. الو عسلامه. عسلامه مرحبا بك شكون معنا؟ معك حبيبه زياني من اليوم. مرحبا بك سيده حبيبه ومرحبا مرحبا بتوانسه في اليوم. تفضل معك دكاتره اللي تحب تسالوا اسئلها اللي تحب تسال شنو السؤال؟ انا حبيت نسال خاطر مريضه بالسكر عندي حكيت 24 سنه هكاكا وتوا نزرق في الانسولين في الليل لازمني نزرق
اما شنيا انا نشكي برشا من كتافي ويدي ما نجمش حتى كيف نمسح ولا نهز حاجه توزن 2 كيلو 3 كيلو تلقاني في الليل ما نرقدش في كتافي ما نجمش نرقد ندور على اليسار ما نجمش على كتفي اليمين ما نجمش. حبيت نسالي هل ترى عنده غطاء مع الديابيت ولا حاجه تخوف ولا حاجه معناها نجم خليني مشيت لكيني عملت لكيني قداش قعدت يجي كان سيونس ولا قداش ما عملوا لي حتى شيء خايفه قلت بالك صرت تغطي من الديابيت وخايفه برشا. خليني نسالك انا قداش عمرك انت؟ عمري 57 سنه. 57 سنه وعندك 24 سنه عندك سكري هكا؟ وي 24 سنه. وسكري نتاعك متوازن ولا لا؟ ولا الميزان نتاعي ما تغيرش نوزن ما بين 72 76. قديش طولك؟ توا الوقت هذا نوزن 74. اعملك العمليه الحسابيه اللي قلت لك عليها وان شاء الله تطلع ما تفوتش ال 25 مش تطلع تفوتهم شويه. شوف العمر نتاعك والسكر نتاعك قلت لي عنده 24 سنه، هل هو متوازن؟ يعني انت سكرك مريقل؟ قاعده نحاول الماكسيموم باش يبدا متوازن. ايه ما من ناحيه الوجيعة اللي في كتافي هذيا ويدايا خايفه كان غطاء من ديابيت هذاك شنو مشكل. خليني نسمع انت متوازن سكرك ولا لا؟ اسكو يفوت الصباح ما بين غرام و50 غرام 14 دون لا جورني ماهوش متوازن بالكل. وتاخذ في الاقراص بالطبيعه حرابش معناها ناخذ في الاقراص وفي الليل السكر التراكمي والتراكمي قدش عندك وبتاع 3 شهور قداش عندك سكر؟ ماهوك السكر التراكمي بتاع 3 شهور تقيسه؟ بتاع 3 شهور ما بين 2 جرامات وجرام بورسنتاج بالله النسبة النسبة نتاعو راهو 7 أقل من 7 لازم يكون يبدا بالمية نسبة 7% لازم يكون أقل من 7% 7 باهي اقعد معنا دكتورة فايقة نجم تجاوب. إذا السكري ما قلنا يعطي برشا مضاعفات على الكليو على عيني على القلب يعطي ينجم يصاحبوا الروماتيزم زاد باش خلطت عملت مع تحصص نتاع تقويم الاعضاء معناتها نتصور طبيب اللي تبع فيها قال لها اللي عندها نوع من البرد. اش قال لك الطبيب كي عملت انت كيني؟ معناها عملت سيونس دو كيني؟ نوع من البرد قلت لي كما قلت نوع من البرد تبقينا ياسر وجع فيا ياسر نحس اليمين كل ما يدي دفوا ما عادش نحسها هكا كاين تتحرك شويه انت ما فماش كتف يوجع اكثر من الاخر؟ مره اليمين اكثر مره اليسار اكثر. اليمين ما يوجعش اكثر كان اليمين يوجع الكتف كان تطلع عندك وجيعه مثلا في جنبك اليمين وتطلع مع الكتف ما نعرفش كان ثبت تنجم تعمل ايكوغرافي ثبت في الكبده في المراره كلاوي كبده والمراره ينجموا يعطيو وجاع يطلعوا الكتف. انت الطبيب نتاعك نتاع السكري اكيد انه يقول لك تعدي على عينيك وتعدي على الكلاوي هكا ولا باش يشوف شنو عمل السكري. نعدي قاعده نعدي اخر مره كيف دخلت قلت لهم على حكايه الكتاف عطاوني كيني ما الكيني ما عمل لي حتى شيء قلت بروفيت معناها ليميسيون نتاعك بالك شارتي وما تقولوا لي العمر مش دونجي السكر ما نتصورش فما معناتها السكر مش هو المتسبب الاساسي في مباشره نجم يكون العمر ربما انها تعب اللي تتعب ووقفه برشا في الكوجينه تنجم تتعب زيد تعمل التصويره هذه التعب ثبت فيها تنجم كان التصويره هذه لاباس نجم يكون شويه برد شويه تحت العمر تنجم زاد تواظب باش تخفض شويه في الوزن تقريبا الوزن زايد شويه والكيني انا تنصحني بالكيني ولا لا؟ الكيني تنجم تعاون 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 باش تنقص لك الوجيعة. لكن تنجم تقول لطبيبك اللي هو راه معناها كيلكو باغ ما نفعكش 100% يعني نقص شوية الكيني يحب لها زادة طول المدة راهو ما تعطيش نتيجة بالحصص الأولانيين يحب لها مدة. نطلب منك أنك بطبيعة مش إشهار للحصة نتاعنا باش تتفرج في الحصص المقبلة أنا باش نتحدث عن أمراض المفاصل والعظام وربما بعض النصائح ما تكون تاخذها بعين الاعتبار، هي نصائح هي ماهيش دويات وماهيش بل تخفيف في الوزن وايضا الحركات الواقفه برشا في الكوجينه لا والهزين الرزين لا كي حاجه توجعنا ما نتقويوش على بدننا معناها لازم نرفقوا به هكا ولا لا وحتى في العمر نتاعك يزي ما قضيت ويزي ما تلهيت بالعائله توا رتح شويه واعرف اللي عندك بدن شويه فخاجيل 24 سنه سكري مش شويه راهو معناها سيس على روحك بشوي بشوي واعمل الحاجه اللي ما تعيكش وكما قلت لك نوعدك كنا سنتحدث عن هذا الموضوع ونعرف يهم برشا برشا ناس حتى الصغار في العمر. شكر جزيل ليك على هذه المكالمه الهاتفيه ونقول لك ان شاء الله لاباس ان شاء الله بلطف عليك يعيشك مرحبا بك فضلك عيشك مربيعينكم.
شكرا لك، فضلك، يعطيك الصحة. إذا نرجع للسمنة ونرجع للغذائنا اللي وقتين باش نتعلموا لازمنا ناكلوا مليح. موجود كل شيء في تونس. وتونس ربما موجودة في البسام ميديتيرانية، معناها الماكلة المتوسطية ياخذوا بعين الاعتبار بها خارج تونس وخارج خارج البسام يعني. اي باش استمع هي معناها يتبعوا فيها خارج الحوض المتوسط المتوسطي، واحنا اولادها معناها اللي من المفروض ناكلوا فيها ما مانيش عطيناها قيمه، واللي شفنا نشوفوا حاجه اخرى ماذا بينا نقلدوا. هي عمليه تقليد وعمليه جدا، معناها الناس الكل يقول لك ليه معناها الحميه المتوسطيه والماكله التونسيه تتطلب برشا وقت الى اخره، ومش صحيح بالكل. وفما معناها نجموا نعملوا اوقاتنا نوضبوهم نعرفوا شنو ناكلوا وش ما ناكلوش. يا ريت نرجعوا شويه ما نقولش للقديم، انا على خاطر ماذا بينا عمره ما كان معناها تنحى. ونرجعوا لها الحميه المتوسطيه عندها ميزه، ما في ما هيش شحيحه، معناها مش ناقصه، معناها فيها كل شيء، فيها تنوع، فيها الحاجات اللي موجوده في تونس، معناها ما عندنا حتى اشكاليه، مش مستوردينها من برا، معناها مش ضروري، معناها الارض نتاعنا خيراتها تخلينا نعيشوا بسلام هكا ان شاء الله. ان شاء الله الا البيستيسيد بركه ناخذوها زاده بعين الاعتبار. هذيك موضوع واحد على جوجنا. دكتوره قبل ما ندخل في تفاصيل ربما خليني نحكي على المانيفستاسيون اللي تعملت اليوم الصباح، نحكي على الحمله اللي تعملت اليوم. كيفاش جات الفكره؟ انه بما انه ربما الموضوع هو تركيز على شعار هذه السنه اللي هو فطور الصباح واهميته، اذا فطور الصباح اللي هو نبني به نهاري، معناها نبدا به بنهاري عفوا فيه صحتي وربحي، معناها تربح كما كنت نحكي فما كوم تاع الصحه الغير سليمه نخلصوهم بعد، معناها تصور معناها كانك تدفع الفلوس باش ساعات باش تمرض وبعد تدفع الفلوس باش تتعالج. اذا كيفاش كانت الفكره انكم شنو هي الساعه اليوم الصباح؟ شنو هي الساعه؟ فكره جماعيه، معناها انطلقت عرفتك اللي بدات فكره وواحد اخر زاد حاجه، معناها انطلقت الفكره اني انه الشعار هو فطور الصباح، دونك الفكره فطور الصباح كانت موجوده. ثم من بعد معناها كلهم جبنا الافكار، الفكره هي شنو اللي اليوم عملناها. احنا فكرنا في حاجه اللي هو الطبيب المباشر او الممرض او الناس اللي تباشر في المرضى يلزم يكون عندهم المعلومه اولا باش ينجموا يوصلوها للناس. دونك حبينا تحسيس الاطار شبه طبي، الطبي ساعه ومن بعد باش يولي شبه طبي ان شاء الله الاسبوع، خاطر احنا ما نتوقفوش على نهار. احنا مع التغذيه عاده نواصل وراه في الـ في الـ في هال شكونكم انتم؟ احنا ما عدتها يعني المره هذه خدمنا وحدنا، خدمنا وحدنا، الفكره جات وحدنا، لكني طبعا عاونونا اتصلنا بكليه الطب لانه نبداو بالشباب نتاعنا اللي غدوه باش يولي طبيب. اذا كان غدوه باش يولي طبيب ويجيه المريض يحب ينصحه على فطور الصباح وهو شخصيا ما يخوش فطور الصباح، كيفاش تحبوا يقنع المريض نتاعو وقت اللي هو شخصيا ما يعرفش باش يتكون فطور الصباح؟ ما ينجمش. دونك جينا الفكره ونشكروا داير فيقة بن ميمي على خاطر هي اللي عملت الاتصالات الكل مع كلية الطب، وهي اللي جبت فكرة اختيار المكان كان كلية الطب. احنا انا فكرت معني انا وهي وغيرنا، معني كلنا مجموعة، احنا مش واحد ولا اثنين، كلنا مجموعة. لان ديما كنقصد شكونكم انتم، مش معهد التغذية، بل معهد التغذية، جبنا الافكار كلية الطب. ثم من بعدها ان شاء الله الاسبوع الجاي هو مدرسة العليا للممرضين، ثم باش نتصلوا وحنا حكينا على الصغيرات باش نعملوا نفس التظاهره اما في رياض الاطفال وان شاء الله في المدارس. دونك احنا حضرنا لهم فطور الصباح، فطور الصباح برشا ناس في تونس ما يعرفوش اللي الخضره تنجم تكون فطور الصباح، البسيسه عملنا لهم بسيسه شعير الناس يعيطوا لها زميت بالرمان على خاطر هو فصل الرمان، والبسيسه هذه ما فيهاش حتى نكتة السكر، يعني فيش سكر بالكل، والناس اللي ذقوها الكل دورت لهم حلوة دايرة نجمة. السكر اللي في الرمان هو اللي حلاها، السكر اللي في الرمان هو الرمان فيش برش سكر، لكن وقت اللي يتخلط مع الشرير السكر الغل عطاه نكهة حلوة به. هذا مثلا حطينا الزميت هذا. طيب هذا وين هذا صار؟ هذا في معهد التغذيه نحضروا فيه ولفيناه وهزيناه. كنت تعرف الوقت وتقول معناها نعم قلت لي 7 تاع الصباح. هذه السبعه باش قدمناهم، لكن احنا السته طبعا بدينا التحضير الكل وبديناه وكل شيء.
عملنا لهم ثلاثة أنواع كما ترى. عملنا البسيسة بالرومان وزدنا فيها كاس حليب على خاطر باش ما تبداش شي حاجة يبسة. فما عملنا الحلو اللي هو العربي نتاعنا، معناها عملنا الكروكون، اذا كان فما ناس يتذكروا الكروكون. وعملنا شويه دكتور وعملنا نوع البسكوي اللي معروف، يعني عملناه ناقص انا وياك نقربوا بعضنا يدينا ناقص السكر، هذا ناقص سكر والفرينه والعظام اللي فيه بهينه. بلاش سكر، بلاش سكر، في بديل السكر والفرينه شويه، راه فرينه العظام شويه. احنا راهو الحلو العربي اللي يعجبك فيه ولا الحلو العربي اللي يعجبك فيه، ما هوش كيما الحلو اللي معناه نشريوه من وحدين، يبدا خفيف وواحد. عملنا لهم، حطينا لهم جبنه بيضه، معناها باش يعرفوا اللي ينجموا ياخذوا يعني جبن خفيف من عرش جبنه خفيف. اذا هذا انت عملت ثلاث انواع تيبيك، معناها ثلاث انواع والثلاثه راهم وقت اللي نحسبوه من الناحيه الحراريه كلها كيف كيف ومن ناحيه الريحه. باش نرجع لها باش نحكيو عليها باكثر تفاصيل، خاطر سيده وما عادش فيها لا نقص ما تاكلش السن. لا تقول شنو تاكل شنو تعمل، حسن حسن في الاكل نتاعك. اسمع كلمه تنحي خليني طبعا نستغل وجود دكتوره فيقه بالميلاد، اللي انا باش تغادرنا بعد خمس دقائق تقريبا في الوقت اللي تفهمت فيه انا وياك. تو كنت نحكيو على السكري اللي تحط في الحلو هذا، قلت بديل السكري. أيه؟ اليوم نشوفوا انواع كثيره نتاع بديل السكري. أيه؟ وين احنا من نجاعه هذه، نوليوش نجيو نحسنوا حاجه ونصلحوا السكري نجيو نطيحوا في مشاكل اخرى، انه فما بديل سكري نجم يضر بالصحه، نهربوا من القطر نجيو تحت الميزان. بديل السكري معناتها نجموا نستعملوه خاصة بالنسبة للإنسان اللي ما نجمش يبطل يبعد مك المطعم تاع الحلو، خاطر احنا الاحسن انسان يترك المطعم الحلو وكل وماذا به يولي كل شيء بلا سكر. بقى وقلي الانسان سنين الله هو ياكل في الحلو، باش نقولوا له من الغدوه نقولوا تنقص الحلو تنحيه بالكل صعيب شوي. بديل السكر يعاوننا باش المريض يبعد على السكر، يقعد وكل مطعم تاع الحلو بدون استهلاك السكر. شنو نختار دكتور؟ كيف؟ شنو نختار؟ فما عده انواع. اسكو يلزمها استشاره طبيب؟ هما فما كميه من الانسان مازالش يكثر منها. استشاره الطبيب اخذ اي نوع من انواع المحليه في العاده مش ضروري، مش ضروري على شرط الانسان ما يكثرش في الاستهلاك منها. فما كميه يعني يسال عليها، ما فيها يسال عليها، ينجم يسال عليها، ينجم يسال عليها طبيبه، ينجم يقرا عليها في اي مجله، ما تنجم يستعملها. ينجم فما من البدائل السكر، فما وحدات نجم نستعملوهم حتى للطبخ. فما وحدات لا مش اللي ما يحرقوش، اللي ما يقبلوش السخانه، هذا هو، ولا ما نطيبوش بهم الحلويات، ولا ما نحطوش، هذا هو. فما ما يقبلوش السخانه، وفما شكون فما اللي يقبل السخانه. اما بالنسبه مثلا للطفل الصغير ما ينجمش. هل ساهم هذا، ساهم في تقليص ربما عدم توازن السكري؟ هل ساعد الناس اللي عندها سكري هذا المحلي؟ فبشكون يساعدهم برشا هذا المحلي ويخليهم ما يحسوش روحهم محرومين. محرومين مثلا في الاعياد، في المولد، فما في المولد شكون طيب العسيده ببديل السكر وذقناها وفرد مطعم لباس عليها، معناتها يخليك المريض ما يشعرش بالحرمان، يقعد يشارك العائله نتاعو في الاعياد، في الاعياد الدينيه، في معناتها ما تنجمش تقول له تنحي كل شيء. اكيد هو نعرف انتم حتى ربما التمشي اللي متمشينه الاطباء المختصين في امراض السكري والتغذيه وايضا الغدد، انكم ما تحرموش المريض من حتى شيء، لكن لا افراط، ما يلزمش يفرط. ايضا اللي ما عندوش سكر زاده ما يلزموش يفرط في حتى شيء. هذوما ننصحوا بهم في السكري، ونجموا حتى في زيت الوزن ولا السمنه، خاطر ينقصوا الحريرات. هذاك هو انت تعمل ينقصوا الحريرات، ينقصوا الحريرات اللي يستهلكها الانسان يوميا، ويعاوننا باش نتغلبوا على المشاكل. دكتوره فيقه نشكرك على قبولك الدعوه وحضورك معنا، نعرف اللي عندك التزامات ويلزمك تمشي، وعدتك انك تخرج قبل ما نفوت الحصه، يؤسفنا ذلك، لكن مرحبا بك مره اخرى، واكيد انا سنراك في حصص مقبله. نرجع لك دكتوره، النهار بديتوه 7 نتاع الصباح، كيفاش كان الاقبال بالنسبه للجامعه؟ وهل بالحق الى فالو سونسيبيليزي لي ستوديون، معناها هل كان معناها فكرة جيدة انك تحسس الطلبة؟ اي فطنة اللي هي فكرة جيدة. علاش؟ من ناحية الأسئلة اللي سألوهم، معناها تبارك الله
جاونا فما الطلبة طبعا فما الموظفين نتاع الكلية والعاملين جاوا اختاروا عندهم الاختيار طبعا. الحاجة باش نجيك باش نرجع لك خليني ناخذ شوية خاطر يداهمنا الوقت بعد نويك شنو فيه بهذا خاطر هذا اللي باش يقعد معك دكتورة نسيبة باش نجيك دكتورة هند أبو زقرو. اليوم كيفاش كان الاحتفال وشنو ربما أهم المواعيد اللي صارت واللي باش تصير حتى ربما ينتفع بها السادة المشاهدين اللي ما شاركوش ربما في حملات تحسيسية؟ بارك الله فيك. احنا بدينا الاحتفالات من نهار الاربعاء، مشينا للمعمل عطينا فطور الصباح صحي. ايضا التركيز كان على فطور الصباح، على فطور الصباح هذاك اللي ركزنا عليه احنا سناء. بيان سور نمط عيش سليم واكله صحيه، ولكن خاصة فطور الصباح خاطره هام جدا للعمل وللقراية وكل شيء. دونك مشينا عطيناهم، جات أخصائية في التغذية عملت لهم بسط على أهمية فطور الصباح ومكوناته، ومشاو خذاو فطور الصباح وعطيناهم سؤالات وأجوبة ومعناتها تعدات. كانت أولى من نوعها هذه أنكم تمشيو نهار كانت أول مرة تعملوها؟ أول مرة نعملوها، وخاصة فطور الصباح اللي عجبهم برشا، ومعناتها برشا سألوا سؤالات وتعدات بالكدا. نهار اليوم زادت بالحفلة الصحية، مشينا لشارع حبيب بورقيبة معانا حفلة صحية اللي كانت تاع دي سيسبين تاع تخدم قاعدة قاعدة تخدم. وين مشيت في شارع حبيب بورقيبة ومعانا الجمعية الرياضة للجميع، وعملنا كذلك فطور صباح وعملنا تقصي سكري ونصائح وقيس ارتفاع ضغط الدم والوزن. معانا كذلك الأستاذة فايقة والسيرفيس نتاعها في المعهد التغذية. الإقبال كيفاش كان الناس كل شيء؟ الإقبال تبارك الله، معناتها تقريبا 250 واحد، معناتها احنا كملنا نص النهار وباقي مازال. قد لقيتوا من واحد ما يعرفش عنده سكري؟ والله لا، السنة لقينا فقنا بواحد برك ما يعرفش روحه. وكذلك عملنا السنة حاجة جديدة، عملنا سؤالات واللي جاوب صحيح ياخو جائزة. فرقنا عديد الليكتور دو غليسيمي، معناتها آلات قيس السكر، فرحوا بهم برشا خاطر برشا ما عندهمش وهما مرضى بالسكر. وسنة الخاصية اللي كما قلت لك الساعة الكل يعرفوا الأجوبة، الكل كانت صحيحة، والكل يعرفوا مرض السكر ويعرفوا الوراثي ويعرفوا الأنواع وعديد. هذا في العاصمة؟ هذا في العاصمة. كان وين لازمنا نشوفه بعد؟ كان فين بالضبط؟ كان فين الحفلة؟ قلنا تنقلت مشيت المكان فقط، وين مشيت؟ عاود ذكرنا المكان. في شارع حبيب بورقيبة بحذا الصنبة نتاعها. معناها ما دارتش هي الحفلة، هم الهدف نتاعها انها توصل الاماكن نعرفوا اللي هي في العادة تدور هي في اما، ولكن اليوم احتفالا باليوم العالمي. هي البارح برك كانت في المحمدية، معناتها تدور تمشي نفس الشيء نفس الشيء. معناها في العاصمة كما اليوم لقينا واحد برك فقط ما يعرفش عنده سكري، لكن هل في الحمدية نفس الشيء؟ في الحمدية أكثر أكثر ما يعرفوش الواحد. هذا هو إذا شريك من شركاء اللي ساهم في هذا بطبيعة. فما وزارة الصحة، إدارة الرعاية الصحية الأساسية، أيضا ديوان الأسرة والعمران البشري، ومعهد التغذية كانوا مشاركين في، وكذلك الطب المدرسي. الطب المدرسي أي الطب المدرسي أنت عملت حاجة بها في الطب المدرسي نحب نذكر بها من بعد دكتورة مش نرجع لك. دكتورة هند، إذا العمل اللي قمتوا به نعرف اللي كنا عادينا في حصص سابقة حتى قبل ذولي في شهر رمضان، ولا قبل رمضان شوية في جوان كيف كيف في نفس المكان تقريبا. شنو اللي لاحظت هذه السنه؟ والله اللي لاحظته هذه السنه لا يعني يوم 14 بعد تقريبا خمسة شهور، خاطر احنا انا هذه خامس عام نقوم في بيوم تحسيسي في بمناسبه اليوم العالمي. الحقيقه احنا درنا عملنا نفس المظاهرة في شارع حبيب بورقيبة في 2010. نفس التظاهرة. تظاهرة. ايه؟ مظاهرة عندك. خاطر احنا كنا في شارع، انا مازلت كي جيت من شارع حبيب بورقيبة مازلنا كي كملنا، وكانت بعدين شوية مظاهرة. هذاك علاش في نفس ال دونك 2010 في شارع حبيب بورقيبة
بون بتدخل المكان اللي كنا ناخذوه وراء المونجيلا اليوم السنه اللي اخترنا المكان بعد المسرح بعد مقابل المسرح البلدي فهو يكون مكان يظهر لي استراتيجي استراتيجي على خاطر في برشا ماشي وجاي المكان في برشا ماشي وجاي واقبال مهول معناها تقريبا احنا تقريبا انا نتصور ما عنديش الارقام خاطر قلت قاعدين نتعدوا فيها اما نتصور فوتنا الالف بسهوله مدام بودريقه شافوا 500 ديجا يظهر لي حتى الصباح بركه واحنا كملنا الاربعه ومازالوا سكرنا الخيمه ومازالوا يحبوا العباد تجي معناها كان قبال كبير وكلهم يحبوا يتفقدوا السكر يحبوا يقيسوا الدم معناها يحبوا يعرفوا لاباس ولا مش لاباس ويظهر لي الحملات هذيا التحسيسيه اللي قاعده تصير واللي العباد الكل قاعده معناها تشارك فيها المنظمات المؤسسات الحكوميه, الحكومية والمؤسسات الخاصه والوداديات مخابر ليسون وليزاسوسياسيون الكل لونغومون بين الكل تضافر جهود الناس الكل يخلي معناها الكوميونيكاسيون قاعده تتعدى وايفيكتيفمون معناها العباد تحسهم يعرفوا شنو هي الاعراض يعرفوا شكون اللي معناها سورتو معناها اللي عنده واحد مريض يقرب له في العائله دونك واعي هذايا ما يمنعش اللي الوعي حاجه التطبيق هو الاصعب فهذاك علاش معناها تضافر مسؤوليه شكون التطبيق يظهر لي التضافر مسؤوليه المواطن مسؤوليه المريض على خاطر هو يلزمه معناها يكون واعي بالمرض نتاعو ويلزمه معناها يعيش معاه ويعيش معاه معناها يقبله في حياته ويتبع نصائح معناها اللي باش يقولها له الطبيب نتاعو في الحملات التحسيسيه فهذاك هو معناها الغرض نتاع الحملات هذيا كيفاش نجمو نوصلوا ايتاب اخرى اللي المريض يولي نجم يسيطر فيها على خاطر كيما قلت انت بكري الارقام ماشيه وتزيد والارقام اللي تعطي فيها المنظمه العالميه عام على عام قاعده تزيد الرقم اللي وصلنا له اليوم 300 مليون هما قالوا باش نوصلوا له في 2030 عام 2002 وتوا 2013 وصلنا له قبل معناها 2030 معناها هذا يظهر اللي بالحق في تفاقم في تفاقم عدم السيطره عليه ماهيش 100% وماهيش طرف واحد بركة هو اللي باش يساهم بل كل الجهود لازم تتضاف هو يعني. هو السمبول اللي عاملينه نتاع اليوم العالمي الدوره الزرقاء هذه كانت الدوره الزرقاء مع العلم انه كل يوم 14 نوفمبر من كل سنه كل المواقع والاماكن الاثريه الكبيره المعروفه في العالم تشعل بالازرق تشعل يكون لونها ازرق كيما مثلا توريفيل تشعل بالازرق اليوم هكا ولا لا احنا ولا شيش ما شعلتش اليوم هي كل اسمع احنا كان المسرح البلدي يشعل احنا المسرح البلدي لا ما سنه لا عام 2011 المسرح البلدي شعل بالازرق عملناه أيوة. و 2012 كان القوس نتاع باب سعدو واليوم هي اليوم عملناش هي هو شنو المنظمه العالميه معناها عندها تقول لك فما برشا طرق باش تحسس بها باغمي الطرق معناها اللون الازرق وانه نشعلوا معناها مكان معروف اما هذايا معناها نوع من الحملات التحسيسيه والحملات ما زالت متواصله ان شاء الله نهار لحد هذايا كيف عندنا تظاهره بتكون في مقابله قبه المنزه المسلك الصحي ندعيو اللي عنده مرض السكري واللي ما عندوش مرض السكري باش نمشيو الكل مع بعضنا على خاطر الحاجات اللي معروفه سلوغان عجبني ساقي ضد مرض السكر معناها لازم نمشيو لازمنا نمشيو 30 دقيقه في النهار تنجم تنقص مخاطر من ظهور مرض السكري ب 40% معناها يوم كان كل واحد فينا يطبقها نجموا معناها نتغلبوا نسيطروا على الاقل على في المكان هذا اللي باش يصير فيه يعني بقدام قبه المنزه وفي المسلك الصحي باش يكون فما تقصي معناها فما ديبيستاج ولا لا كان باش نعملوا المشيه باش يكون فما كيف معناها دي معناها
تظاهرات متعددة ورشات عمل فما فطور الصبيح؟ لا فطور الصبيح ما يلزمش يكون بعد 8:30 هذه الحاجة نرجع معك. خليني نكمل هالمعلومة هذه. إذا يوم الأحد ينجموا يمشيوا حتى ربما يساهموا في هذا هذه الحملة الوقائية، ربما حتى أيضا يقرون نفسهم ويعرفوا الأماكن هذيك اللي يلزم المسالك الصحية الموجودة في تونس. يا رب إن شاء الله نحافظوا عليها وإن شاء الله نقعدوا إن شاء الله نكثروا منها إن شاء الله نكثروا منها أكيد. إذا فما أيضا مخبر لصنع الأدوية يوم السبت اللي هو يوم غدوة لأول مرة، هو متعود هذا المخبر أنه يقوم بجوائز هذا المخبر للأبحاث وللدراسات اللي يقوموا بها الأطباء والمختصين في الغشاش بالطبيعة الطبية. لأول مرة هذا المخبر ينظم دورة أولى اللي هي غدوة باش تكون فعاليتها لجائزة هذا المخبر لربما الأبحاث والدراسات اللي والاعمال الاعمال البحث اللي تقامت في مجال هذا المرض، مرض السكري، بالتعاون مع الجمعيه العلميه لمرض السكري وايضا لامراض الغدد، اللي شاركوا فيه هما 8 ابحاث من الجامعات وكليه الطب وايضا من المستشفيات. اذا الاحتفال بهذا اليوم هو تشجيع، معني هذا هذه الجائزه لهذا المخبر هي تشجيع للبحث فيما يخص هذا المرض بالنسبه للاطباء والمختصين في ذلك، وايضا احتفالا باليوم العالمي لمرض السكري. اذا كما قلت غدوه يقع الاعلان عن من هو اللي تحصل على او شكون هو الانستيتيو اللي تحصل. نعرف اللي معهد التغذيه مشارك بالاطباء اللي موجودين فيه، شنو الموضوع خاصه عن هذا العمل البحثي في مرض السكري وما يحيط بمرض السكري باش نقول لكم عليه ان شاء الله في الاسبوع المقبل ونعلن عليه. اذا نمر الى ربما ختام هذا اللقاء، مع العلم انه ايضا في تونس، علاش قلت لكم اليوم 14 صاروا فيه برشا حاجات اللي نتمنى انهم يصيروا مش في نهار فقط، معناها يصيروا معناها يتقسموا على الشهر او يتقسموا على الاسبوع أكثر. اي خاطر ايضا مخبر لصنع الادويه ايضا واحد اخر اهتم بالاعوان مؤسسه التلفزه الوطنيه وجاوا اليوم صباح وعملوا كشف لمرضى السكري حتى قسان ضغط الدم والوزن. ايضا اللي ما وريناكمش اليوم شنو نوريه لكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل لان فيه تغطيه لذلك. نختم بهذه الوجبات الثلاثه واهميه فطور الصباح، وخذوها بعين الاعتبار، وحبيت نختم بها حتى تقعد في اذهانكم فيما يخص هذا اليوم الخاص بيوم مكافحه مرض السكري. اذا نرجع لك، كان اختيارك لثلاثه وجبات، نشوف فما تبقى معبي برشا، فما تبقى ناقص شويه، وفما تبقى ناقص. لكن اللي قلت لي انهم الثلاثه يتشاركوا في نسبه الحرارات الموجوده فيه والبروتينيات. انا باش نسكت وانت باش تتكلم دكتور. وفما سؤال قبل ما خاطر باش توصف لنا هذه الوجبات وربما اهميتها، فما سؤال هو الاخير، علاش مش علاش، هي غياليتي صحيحه انه نلقاو اليوم برشا صغار يخرجوا بلاش فطور صباح. صحيح تعم تقلبش الدنيا سفيعة على عليه فمه ما يحلوش وما ياكل حتى شيء. خاطر يبدا علاش خاطر يبدا اغزر من منعش انت ريت اذا نشوفوها من بعد الزهره نتاعنا هذه اللي احنا مره الاخرى كبش، مره هذه ورده، هذه وردتي انا اللي يجيبوا الكل وانا نحتكر فيه ناخذ فيه. من جمله النصائح هي شوف وقت اللي انت تقوم متاخر ما تنجمش تبدا عندك شيء هي قابليه للاكل، دونك الصغير يبدا نفسه معناها مسكره ما عندوش شيء. ثم احنا هالسناسه اللي عندنا اللي نحبوا نوكلوه اللي يراو فيها توا هنشوفوا الخضره قبل اي الخضره ولا كيف. هما على وجهين فيها طبعا اللي التغذيه المتوازنه تبدا بفطور صباح متكامل، واللي نحبوا نقولوه هي راي الفطور الصباح هي وجبه يوميه، يعني احنا عاده ما ياخذوها نهار الاحد ونهار العطله الى اخره، وكما قلت انت يقوم الصغير يبدا نفسه ماهيش. اولا يلزمنا الصغير يرقد بكري باش ينجم يقوم بكري، يقوم حتى نفايس ساعه ولا ساعه غير بقى قبل الوقت، مش من نومه يمسح وجهه ويزمه يخرج خاطر مخر ومن حق مش عليه حاجه معينه. احنا ماذا بينا ديما ان نشربوها حليب ولا، وتبدا هي الروايح والروايح ما يحبهاش. دونك اولا الفطور الصباح نجم يكون مختلف، يعني مش بشرط يكون فيه الحليب، مش بشرط يعني اذا كان ما حبش يشرب حليب، شو اذا كان ما حبش يشرب حليب ينجم ياكل كما قلنا جبنه، ينجم ياكل ياغورته،
هذه ينجم ياكلها حتى وهو ما يحبش يقعد، احنا ماذا بينا يقعد وتبدا فما لما في فطور الصباح، لكن ما وقعش هذه ينجم ياخذ ما يسالش، اعطيه هي غرطه في السياره ما يسالش، ما يحيرنيش انا باش نعطيه الطبيعة ما يلوحش الياغورت مش بيه. ليه هذاك كله توا كله مربوط ببعض. عاد إذا كان ما يحافظش على البيئة كيما شيء ما عملها. دايوغ أول حاجة اللي باش نعملوها وهذه نصيحة قليلة اللي مشينا نشريو من عنده في الناعون وكل، قال بربي أنا قلت له راه قال شنو برنامجكم مادام كان نهار واحد ومن بعد تنساونا، قلت له ليه رانا السنة ما هو تحكي تنساونا من الشاريين على الشاريين تنساونا من التوعية على الواحد. قلت له أولا هو اليوم هذايا بصفته أنه يحكي على فطور الصباح يهم مريض السكر وغير مريض السكر وكلنا مهتمين بفطور الصباح. ثاني حاجة احنا ونسيبها في بالها اللي فما وزارة المرأة والأسرة اللي هي تحب تعمم هالفكرة هذه في رياض الأطفال، دونك فما معناها تعممها هي تفسير للطفل أهمية فطور الصباح ونفسروا لهم كيفاش الصغير ما يلزموش هكا اللمجة الصباحية، خاطر من أسباب السمنة هي اللمجة الصباحية. هذيك يعطيها له بوغ سو غاتخابي خاطر ما يفطرش. إيدا فاس غاتخابي، يلزمو يفطر الصباح حتىش لثمانية ونص التسعة تتسمى فطور الصباح، علاش قلت لي أنت إن شاء الله نهار الأحد؟ قلت لك ليه؟ نهار الأحد خاطر يبداو العشرة نهار الأحد. يبداو العشرة ما عادش فما فطور صباح، يجيو فاطرين. يجيو فاطرين إن شاء الله يجري ويتفردوا ممكن يشربوا الماء ياكلوا غلة أما ما ياخذوش، لأنه اللمجة هذيك الصباحية اللي هي تفزد الحكاية الكل وتسمى الصغار، علاش تسمى الصغار؟ خاطر الصغير هو قاعد. وين باش تحبوا يحرق الواحد فطور الصباح هذا يجي على خاطر الصغير قاعد مده معناها ساعات وهو صايم، يلزم يرجع مستوى السكر في الدم باش يلقى نشاط، باش يلقى النشاط الفكري والذهني والبدني. على ذلك حتى يشغل 8 ونص 9 باش نعملوا معناها تو نحكيو يمكن عليها مره اخرى، الصغار اللي معناها باش نعودوهم وقت اللي يجيو للروضه اللي مش فاطرين باش نعودوهم يفطروا كصباح بشوية بشوية تدريجيا الصغير يولي عنده شيء، اعطيه الحاجة اللي يحبها الصغير معناها. شوف شنو اللي يلزمنا ناكله ترى دكتور، اللي يحبها ساعات اللي يحبها مش اللي راه فيه هنا هون. اللي يحبها وقت اللي تعرف كيفاش تقدمها له يولي يحبها معناها. بدينا كما قلت لك بالبسيسة نتاع الشعير والرومان، توا خاطر وقت الرومان. بسيسة الشعير الرومان ما فيهاش سكر. ما فيهاش سكر. الرومان هو الحلو. أهو. والشعير مع الرومان يطلع حلو برشا. حلو للاخر. حلو. بي دكتور في الطبق هذيك برك شفما فما الحليب، فما الحليب، فما الجبنه، زدنا جبنه اللي يحب جبنه ولا يحب كعبه غله اخرى ما يصيرش. وقلنا الحلو العربي هذيك نتاعنا اللي ما فيش برشا هذه على خاطر قالوا معناها باش ما يضر لهمش، ما مش ذا مش هو يضر طبق فارغ تقولوا اما هو تبارك الله يشبع هذه معناها بيناتهم هم الكل يقنعوا كيف لكن صدقني هذه اللي يقنع واللي تقعد شبعان حتى قداش يشد هذاك يشد تقريبا تاخذ من 7 ل 8 حتى لولو نص وقت الغذاء وقت الغذاء الغداء ما تجوعش كونسيستون سي كونسيستون سي الكميات هذوكم هما الكميات هذوكم معناها هذه الصحيفه هيك تعبيها نمروا لها خليني نمشي للمتوسط هذا نمشيو للمتوسط هذه ممكن التوانسه ما همش متعودين معناها برشا بانهم ياكلوا الخضره في الصباح مع انه الخضره به برشا علاش على خاطر تقنع على خاطرها ما تخليش فيها الالياف تعاون باش ما يبداش الانسان عنده امساك دوك الخضره عملنا معها كما قلت لك جبنه بيضه دكتوره تهزها خاطر مانيش اي طبعا خاطرها بيضه في الابيض دونك خلينا نشوف هوني فما هوني اربع حاجات قلنا كاس الحليب وفما الجبنه او غلا كما يحبوا فما الريح والبسيسه والرمان وفما جاتو عربي راه حاجه عربي ما فماش حاجه ما فيش سكر برشا وفي السكر اللي حلي برشا دوك هذه جبنه بيضه ومع الخضره تجي توري كيما انا دكتوره وريت اذا هذيك جبنه بيضه طماطم وفقوس كخضره بنينه برشا نجمو ناخذ حاجه اخرى نجمو سفناريا مثلا اي نجمو سفناريا نجمو بسبيس او جاي بسبيس اذا كان معناها كل الخضر من غير صوص من غير حتى شيء احنا عملناها بالصوص باش ما تذبلش مش باهيه اما اللي يحب يعمل عليها قطيره زيت زيتونه ما يسالش دكتوره الحليب يحط فيه القهوه ما يسالش احنا من المستحسن ماذا بينا نشربوا الحليب كما هو ما ساعات الصغار ما ينجموش يشربوا نجموا حتى شوكولاته ولا تريف قهوه ما فيها بيس معناها ما فماش ما ياثرش على الخبز الخبز هذا خبز قمح عملناها دونك عملناها خصيصا هاري انت باش تتكلم وانا باش نهضر لا اسالك على خاطر ما تبعش دونك خبز قمح هذه تظهر شوف تظهر كبيره معناها وهي في الحقيقه دكتور هذاك فسره لي الخبز هذاك مش الخبز المدعمه
هذه احنا طلبنا منه يعمل لنا خبز قمح بعنيه على نشوفه. قلنا هذه الوجبه الثانيه معني اللي هو نفس الشيء كما ورينا من اللون، نفس الكميات معناها من بعد بالناحيه الغذائيه. قلنا هذا الخبز، هذه خبز قمح معناها ما يعادل تقريبا مع الخبز ثلث باجيت كما قلنا. دكتورة هذا فيه شو اسمه، شو تسميه الخبز هذا؟ في القمح في خمس خبز كامل معناها كومبليت خلاص. هي ببخي دكتورة مش مدعم هذاك وغالي. لا واللي شوف احنا عملناه خاطر للنار ما نجموا نعملوا الخبز القمح، ولكن حتى الخبز العادي نجم ما نقصوا شويه من الكميه خاطر الخبز العادي يبدا اكثر. شفناها هذه حطينا لهم ديما معناها دقله خاطر دقله به وما كثروش يعني ثلاثه هو الحد الاقصى. ثلاثه كعبات دقله يزي على خاطر دكتوره الوجبه هذه اللي مريض السكري كذلك هذا ولي هذا كيف للمريض اغزر. انا ديما وانت تعرف كلمتي ديما نقول انه مريض اللي مش مريض بالسكر هو اللي يلزم يتبع حميه مريض السكر. معني الحميه العاديه هي حميه مريض السكر. انا مقبله نسمع فيهم حرمان ما حرمان، راهو مريض السكر ما فيهش حرمان. الاشكال هو في الغير مريض السكر اللي عنده التخمه، معناها هذه العكس معناها هذا سي تري امبورتون. كما شفنا اذا اقل شويه من الاخر هذه، هذا اكثر شويه لكن نفس القيمه نفس المكونات نفس القيمه ويقعد الغذائية. نفس الشيء. وذي من فما ناس متعودين ياخذوا شويه زيت معناها مغرفه زيت مغرفه زيت طبعا زيت زيتونه دو بريفيرونس خاطر لي ميزات زيت زيتونه مغرفه مغرفه عسل يعني مغرفه صغيره عسل. دكتوره هو بدا يغلى فطور صباح عندك درجات درجات باهي معناها مقدور عليهم البسيسه مقدور عليها مقدور عليها الغله مقدور عليها مغرفه عسل هو مش يومية ياغورتا ياغورتا مش غاليه انت تعرف اللي من حاجه ترى قبيله المساعده نتاعك قالت لي مدام علوين خلي نحي لك الماء لا ردوا بكم تنحيوا الماء لانه الاملاح الفيتامينات الكل موجوده في الماء نتاع الياغورتا دونك الفيتامين بي كل شكون بالحق يتخلص منها الماء الموجود يتخلط وتولي سهله للهضم وليك المنفعه الكل دونك ما نحيوش الماء ممكن نشوف ليه نوري فيه الماء راهو الماء هذاك اللي نحن نحيو فيه هذيك المنفعه الصافيه هذيك هذيك الكل نتاع الفيتامينات اللي ثم في الياغورت كل موجوده في الماء. قداش فيه ماء؟ ما نساش نشوفوا الماء. لا هو ما فيهش ماء خاطر احنا حليناه من السبق على الماء هذاك يلزمو يقعد في الياغورت احنا يقعد في الياغورت خاطر ورينا الخبز هذا باش يتاكل وناكلو كعبه غلا مهما كان والتفاح مش بس بشرط يتفاح اي غلا موجود خاطر السنه توا في الوقيت هذا ارخص حاجه توا التفاح ما نجمش نشري اللي كانت توا مدلينه اللي هي غاليه اما بعد 15 يوم كي تولي نجم ناكلو ناخذ المدلينه معناها دونك على كل قدير وقدر بالنسبه هذه الغذاء الصباح لكن راهو وراهو فما ناس اليوم سالونا قالوا لنا بربي انا متعود ناخذ البقيه نتاع البارح يعني نجمش يسخن حاجه طبعا ينجم يسخن حاجه المفيد انه ياخذ البيت كيف يبدا البيت وتغلب القدا ما فيش اشكاليه علاش ليه معناها على كل حال احسن من الحاجات الاخرى اللي نشدوه اليوم في اذهاننا ونخليوه هو انه راو اهميه فطور الصباح. فطور الصباح هام جدا حتى نقيو انفسنا وكما شفتوا مريض السكري واللي مش عنده سكري يتغذى بنفس الطريقه ونفس مكونات الغذائيه لازم يتحصل عليها. في ختام هذا اللقاء دكتوره هند كنت تقول لنا على الجديد بالنسبه لما حضرتوه من ضمن المشاريع نتاعك اللي تهتم برمى الوقايه من مرض السكري هي ايضا جائزه الاعلاميين اللي هي ترجع اليوم كانت موجوده لكن ترجع هذه السنه. احنا مازلنا ما قلتوش عليها ما قلناش عليها اما ان شاء الله في 2015 باش نرجعوها على خاطر احنا واعين بدور الاعلام في التحسيس. شكر جزيل لك دكتوره هند بوزقارو على قبولك الدعوه وحضوركم معنا. شكر جزيل لك دكتور امال علوان اكيد ليلى ديما نغلط امال تحيه لامال ليلى علوان نشكرك على قبولك الدعوه اكيد انا بشراك في حصصنا المقبله لانه الغذاء ربما هو الاساس في محافظه على صحتنا. شكر جزيل لك دكتوره نسيبه بودريك على قبولك الدعوه وحضوركم معنا. اذا هكا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا وقالي كان نقول لكم الى اللقاء وما تنساوش اهميه فطور الصباح للكبار وللصغار. الى اللقاء.